سميتي نبي قويدر، مهاجر مغربي بفرنسا. خدمت مدة 40 عام سنة في فرنسا وجمعت شوية الفلوس ورجعت للمغرب لمدينة أزرو. درت المشروع ديالي نتاع المخبزة وأنا متواجد فيها الآن، وهذا المشروع مخدم فيه 21 واحد، بنات وولاد وكلهم بوراقهم. احنا في دولة الحق والقانون تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لكي يشجع استثمارات المهاجرين المغاربة في بلد الحبيب المغرب. والآن كنتفاجأ بقرار إغلاق الطابق الأول اللي فيه الفران، والتهديد من طرف أحد الأعضاء المجلس البلدي اللي مكلف بالرخص، اللي كيقولوا لي شريع الجار باش تهنى ولا غادي نعقلك بالقوة. وفي هذه الظروف اللي كتهدد مستقبلي ومستقبل ولادي، كنطلب صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله باش ينصفني وينصف الناس اللي كيخدموا معايا. وعاش محمد السادس وعاش الملك.